ما هي الأسبالتينيا؟ إنها تمريرة بالظهر، لا نراها كثيرا على أرضية الملاعب. هذه هي الأسبالتينيا، هي من صنعت سحر كريستيانو رونالدو، وهي جمعية مشجعي الأسبالتينيا. أتدرون لمن أطلق الاسم لتكريمه؟ هنا يجتمع كافة أعضاء هذه الجمعية لمشاهدة مباريات الريال وكريستيانو رونالدو. هنا يعانون ويتسلون، وعند لحظة تسجيل الهدف ينتشون فرحا أكثر من غيرهم. كل مباراة يشارك فيها كريستيانو رونالدو تكون بمثابة مناسبة للفرحة. كريستيانو يستحق الكرة الذهبية بحجم كرات الشواطئ. كرة ذهبية اعترافا بقدراته، مثل القدرة التي أطلقنا اسمها على جمعيتنا. أعتقد بأن كريستيانو جيد استخدامها، لأنه من اللاعبين القلائل في العالم والقادرين على تنفيذها. هكذا هي الأسبالتينيا وكريستيانو رونالدو.